قررت بوليفيا تعليق اعترافها بما يسمى بالجمهورية الصحراوية المعروفة بجبهة البوليساريو، والتي تنادي باستقلال الصحراء المغربية، وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية البوليفية أنها قررت تعليق اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع البوليساريو. وأكدت بوليفيا أنها ستعتمد مبدأ الحياد البناء بخصوص النزاع حول الصحراء، وأنها ستعمل على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من لدن الأطراف طبقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وأبدت بوليفيا في البيان عزمها على بناء علاقة متجددة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين. وتعمل الرئيسة الانتقالية للبلاد كارين لونغاريك على إعادة صياغة السياسة الخارجية لبوليفيا عقب الإطاحة بالرئيس السابق إيفو موراليس. وتولت لونغاريك منصبها في 14 نوفمبر بعد رحيل موراليس، الذي استقال من منصبه بعد انتخابات مثيرة للجدل أجريت في 20 أكتوبر وأثارت احتجاجات في الشارع. وحققت الدبلوماسية المغربية مؤخرا نجاحات مهمة بعد أن أقنعت عددا من الدول بفتح تمثيلياتها الدبلوماسية في محافظات الصحراء جنوب المغرب. ويقترح المغرب حكما ذاتيا لمحافظات الصحراء كحل للنزاع حول الصحراء المغربية، فيما ترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر مقترح المغرب وتتمسك بخيار الاستفتاء للاستقلال عن المغرب. أشرف يوم أمس الخميس والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات على وضع آخر اللمسات استعداداً لافتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون الذي ستشهدها مدينة العيون اليوم الجمعة. ويرتقب أن يشرف وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الغابوني لان كلود بيلي باينازي على مراسيم افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون بمدينة العيون اليوم الجمعة. وينتظر أن يترأس بوريطة في نفس اليوم الجمعة حفل افتتاح قنصلية عامة لغينيا كوناكري بالداخلة، وذلك بحضور وزير الخارجية الغيني مامادي توري. وسبق لجمهورية القمر المتحدة أن افتتحت في 18 من الشهر الماضي قنصلية عامة بمدينة العيون، وكذا جمهورية غامبيا التي افتتحت في 8 من هذا الشهر قنصلية بمدينة الدخلة. وسيتم افتتاح قنصليتي لدولتي الغابون في العيون وغينيا في الداخلة، حيث سيرفع عدد القنصليات الإفريقية بالأقاليم الجنوبية إلى 4 قنصليات. وتعد هذه الخطوات الدبلوماسية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية بمثابة اعتراف الدول الإفريقية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. بعث الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس مقدما شكره له لافتتاحه متحفا يهوديا حسب ما ذكرت وكالة شهابي الإخبارية الفلسطينية. ورحب ريفلين في تغريدة له على تويتر بخطوة الملك محمد السادس، حيث قال في تغريدته: تابعنا جميعا بمشاعر من الفرح العارمة مراسم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة السويرة. وتابع ريفلين: أود أن أعبر لجلالتكم عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحرصكم على الحفاظ على روابط الود مع أبناء الطائفة اليهودية، وذلك اقتداء بنهج آبائكم حول العلاقة الحميمة مع اليهود والمسيحيين والمسلمين. ونشر رؤوفن ريفلين شريط فيديو لحضور الملك المغربي مراسم الافتتاح بحضور عدد من الحاخامات اليهود في المغرب. وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الخميس الماضي بالعاهل المغربي بعدما أقام مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية. ونشرت الخارجية الإسرائيلية على تويتر تغريدة أشادت فيها بحفاوة الملك محمد السادس خلال استقباله لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بالصويرة.
مرة أخرى تكشف الجزائر عن تورطها الكامل في ملف الصحراء المغربية، وتفند مزاعمها بأن لا علاقة لها بالملف، وأن همها هو تقرير مصير الشعب الصحراوي. الجزائر التي تختار في العديد من المناسبات أن تحرك الأوراق من خلال البيانات التي تنسبها لدميتها الجبهة الانفصالية، قررت هذه المرة أن تتصدى لنجاحات جديدة للقضية المغربية بنفسها وتنتقد على العلن. ففي قرار جديد للجزائر صدر أمس الأربعاء، قالت الدولة الغارقة في قضاياها إن قرار غامبيا فتح قنصلية بمدينة الدخلة عمل استفزازي وخرق للقانون الدولي. وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن قرار غامبيا يشكل انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي، والقرارة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية. وأضاف البيان: هذا العمل الاستفزازي الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، ينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب الصحراوي في تقرير المصير. وختم البيان: لا يمكن لهذا النهج الأحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الاستعمار الجارية في الصحراء الغربية. ويوضح هذا البيان الغريب كيف يواصل النظام الجزائري الغير المقبول من قبل الشعب الجزائري، والذي يواصل حركه لإسقاطه، اللعب على نفس الوتر، متجاهلا المشاكل الحقيقية لشعب ظل يصدح بها الشوارع لحوالي سنة، رافض الإنصات إليه، بينما يعلن أنه ينصت لمعاناة الصحراويين ويدافع عن مطالبهم. لقد كان أولى للنظام الجزائري أن ينصت لشعبه ويحقق مطالبه، عوض استمرار في اجترار نفس الأسطوانة التي أصبحت من الماضي، وهو المقدم على وضع اقتصادي مغرق في الضبابية بشهادة مسؤوليه وكل أطيافه السياسية. أكدت وزيرة العلاقات الدولية بدولة السلفادور ألكسندرا هيل تينوكو عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية واعترافها الكامل بمغربية الصحراء. وأعلنت رئيسة الدبلوماسية لدولة السلفادور خلال لقاء بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم ناصر بوريطة اليوم بالرباط، أنها ستزور العيون عاصمة جهة الصحراء المغربية قريبا جدا. ويعتبر هذا الإعلان جوابا صريحا على الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، الذي كشف اليوم الخميس خلال مراسيم تسلمه السلطة عن معاداة الوحدة الترابية للمملكة، متشبثا بأيديولوجيات النظام العسكري الحكام الفعلي بالجرة الشرقية، رافضا اليد الممدودة من طرف الملك محمد السادس. ومن جهة أخرى، أكدت السلفادور مجددا على سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية كما عبرت عن ذلك رسميا في 15 يونيو 2019 بسان سلفادور. ويأتي هذا الإعلان ذي الرمزية والحمولة السياسية الكبيرة، بالموازاة مع رفض عشرات الدول من أمريكا اللاتينية وأوروبا دعوات قيادة الجبهة الانفصالية المشاركة فيما يسمى مؤتمر الجبهة فوق الأراضي الجزائرية، وهي الاستفزازات التي يراقبها المغرب عن كثب. الخبير الأمني الجزائري المنشق كريم مولاي أن ملف العلاقات الجزائرية المغربية بيد القيادة العسكرية، ولا يمكن لرئيس مدني أن يبت فيه، مستبعدا أي إمكانية لحدوث اختراق حقيقي وجوهري في العلاقات الجزائرية المغربية بالتزامن مع انتخاب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون. وأضاف الخبير الجزائري الذي كان يتحدث إلى موقع العربي 21 أن الرئيس الجزائري المنتخب أعاد التأكيد على الموقف الجزائري التقليدي للنظام الجزائري تجاه المغرب وقضية وحدته الترابية، وذلك بعد أن وصف قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية بمسألة تصفية استعمار، مشددا على أن الجزائر وعلى خلاف ما صرح به الرئيس الجزائري الجديد هي طرف في هذا النزاع وليست طرفا محايدا بالمرة.
المتحدث الجزائري جدد في نفس التصريح اتهامه لجهاز المخابرات الجزائرية بالوقوف خلف التخطيط والتنفيذ لتفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش عام 1994، مؤكدا على أن الجزائر هي المطالبة بالاعتذار للمغرب وليس ما طالب به الرئيس تبون في خطابه الأخير.